يتزايد الإقبال على طلب القهوة المحلية بالمحلات المخصصة لبيعها عبر مختلف مدن ولاية الأغواط خلال شهر رمضان. المنتوج المحلي هذه القهوة اللي رانا نشروها، هذا المحل من بكري نعرفوه محل قديم في بلدية الأغواط، أغلب المواطنين أو أغلب الزبائن يجوا لهذا المحل لأنه إنتاج محلي ونستخدم خدمة صحيحة. مطاحن موجودة في ولاية الأغواط معروفة هنا، يعرفوها كاع الشعب الأغواطي والبلديات المجاورة، راها شقول هذه قديمة، هذه مطحنة قديمة عندنا احنا، راها من الألفينات ومنتوج معنا محلي كلش، الشعب يجي يشري علينا شوية، يولي عندنا الضغط الشعب يحيشتي القهوة هذه تاع الأغواط، وحنا نحاولوا أن نوفروا له إنتاج ونخدموا فيها خدمة تقليدية، معناها ما كانش آلات متطورة. هذه المطحنة التقليدية وسط مدينة أقواس تقوم بتحميص وطحن حبات البن ذات النكهة المميزة، ما يجعلها القبلة الأولى لسكان المدينة. كي نجيبوا القهوة نختاروها نوعية ممتازة، عناية كلش، ومن بعد عندنا طريقة للتحميص، ماشينة سبيسيال تحمص وتقليدية، ومن بعد نجيبوها هنا نرحوها ونداروها في البيض ونبالوها بلادات بكلش، لادات تلقى يوميا جديد، لادات تاع جديد تاع النهار اليوم، يشربوها بكثرة ويعرفوا كيف يشربوها، كل واحد كيف يختار الذوق تاعها ويزيدوا لها الشيح فليو، كل واحد كيف يشربها. إقبال المواطنين على احتساء القهوة وتناول الكافيين هربا من توتر الحياة والتعقيدات اليومية، خاصة القهوة المحلية المعروفة لدى سكان ولاية الأغواط.